سوسن، بس هذا الحضور أصلاً هالحضور فوق اللي توقعته. هذا أول إصدار لتشفيج، وبعدين لا تنسين أن التلفزيون موجود، وهذا أول مهم. تمام. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أشكركم على حضوركم الكريم والتزامكم بالوقت، لأن صاحبة هذه الاحتفالية تقدس المواعيد وبشكل رهيب. يعني اللي ساعته عطلانة يقدر يوقتها على مواعيد قبل عدل. اسمها إقبال خالد عبد الله، من مواليد 1945، معلمة وزوجة وأم. لا بعدني ما صرت أم. عفواً، طبعاً أكيد أنا أقصد إن هي أم لجميع طالباتها اللي في المدرسة. حصلت على شهادتها من القاهرة وتخصصت في اللغة العربية. التقيت بها من عدة شهور وشعرت بلقائها بأن الكويت ستظل دائماً ولادة، فرغم صغر سنها إلا أنها تملك من الفكر الكثير والطموح الكثير. هي شاعرة، قرأت لها الكثير من الأبيات وتمنيت أن ترى النور بإصدارها كديوان. هي شابة دؤوبة وحريصة، ليس فقط على إيصال فكرها، إنما على انتقاء المفردات وتوظيفها بشكل جميل. وهذا ما التمسته من خلال قراءتي لإصدارها الأول، والذي نحتفل فيه اليوم للكفاح سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر حضوركم الكريم، وهذا الحضور حقيقة أنا أعتبره وسام على صدري، كون هذا أول إصدار لي، وهذا إذا يدل على شيء واحد، وهو حرصكم على احتضان الكتاب المبتدئين. إذا تبون نبتدي أسئلة أو شيء. تفضل. أسئلة. تفضل. بصراحة في بادرة طيبة منك إنك تعطينا نسخ من الكتاب قبل حضورنا الندوة، لأن هالموضوع يسهل علينا الاطلاع على ما تحملين من فكر ككاتبة في بداية الطريق. سؤالي، من خلال قراءتي للكتاب وجدت هناك نقلة كبيرة، يعني أكون صريح أكثر، أواخر الكتاب كان يتضمن نضج أكثر تعبيراً ومضموناً مقارنة بالأجزاء الأولى منه. ما أدري، يعني هل توافقين الرأي أستاذة؟ صحيح، حقيقة القسم الأول من الكتاب كتبته في يعني قبل لا ألتحق بالجامعة، والقسم الأخير كتبته بعد تخرجي من الجامعة. والأمانة أنا قصدت أن لا أغير ما كتبته في البداية حتى يستوعب القارئ ما أقصده من عنوان الكتاب، ولم أصل حقيقة إلى الجزء الأخير كما أثنيت ومدحت حضرتك طبعا مشكورا إلا بعد كفاح طويل جدا. في بعد سؤال؟ تفضل أخوي. ألا تعتقدين أن محتوى الكتاب فيه هجوم بعض الشيء على الرجل الشرقي؟ لا أستطيع أن أسمي هذا هجوماً. أنا ما وددت أن أبينه في هذا الإصدار هو العثرات التي تقف أمام المرأة في مجتمعاتنا والدفاع عن حقوقها الاجتماعية وحقها بالتعليم، وأنا ما أعتبر هذا هجوم أو تطاول على الجنس الآخر. ولكنك طالبت بحقوقها السياسية، ألا تظنين ذلك تمرداً على العادات والتقاليد؟ حضوركم اليوم بحد ذاته هو يؤكد إيمانكم بفكر المرأة. وجود المرأة في المستشفى هذا دليل على ثقتكم بإمكانياتها. دخولها المجال الإعلامي هذا يؤكد على أن صوتها مسموع. فلما تتقبلون المرأة في كل هذه المجالات وتحرمون عليها المجال السياسي؟ تفضلي.
هل كان البيت والبيئة التي تربيتي بها دور في صقل موهبتك بالكتابة؟ طبعاً ما في شك، الوالدة الله يرحمها كان لها دور كبير، وأيضاً كان لها فضل. أبله سعاد؟ أبله سعاد؟ صحيح؟ أبله سعاد؟ حبيبتي أبله سعاد؟ مبروك يا إقبال الإصدار، مبروك، أنا كثير فخورة فيكي. الله يبارك فيك يا أبله سعاد، استريحي استريحي. شكرا لك يا أبله سعاد، عفوا أنا آسفة، هذه أبله سعاد فعلا فاجأتيني بحضورك وكانت من أوائل المشجعين لي. أحرجتيني أحرجتيني بحضورك يا أبله سعاد، شكرا لك. هذه أبله سعاد كانت معي في البداية، هي أول مشجعين. شكرا شكرا على حضورك، ما تقصرين فاتن مبروك حبيبتي. مبروك يا أبا. الله يبارك فيك يا أبله فاتن، تسلمين. شكرا مرة ثانية فاتن، تسلمين. شكرا. اسم حضرتك؟ تفضلي. شكرا لك. اسم حضرتك؟ لا ما عندي ورقة حبيبتي. ليش؟ المصور مال التلفزيون بيعطي رقمي أساس أعرف متى راح ينزلون البرنامج. ما عندي ورقة الحين. ممكن ناخذ؟ هذه نسخة احتياط أنا مخليتها. يلا ألف الله يبارك فيك. تفضل. اسم حضرتك؟ تفضل. شكرا لك. اسم حضرتك؟ اهلا اهلا أبله سعاد. ممكن تتوقعي لي على النسخه يا اخبار؟ انا اصلا ما وفيت حقك. مبروك حبيبتي. تفضل يا أبله سعاد. مبروك حبيبتي مبروك. يلا أنا بدي أستأذنك، لازم أروح. لحظة شوية أوصلك. لا لا خليكي مع الضيوف. أبدا أبدا. لا والله. اعذروني بس 5 دقائق اوصل، حاشي لازم اوصلك لسيارتك. يا يا وياك. حامل؟ عشان أكون صريحة معاك، الإجهاض اللي حصلت ممكن يتكرر مرة ثانية، بس هذا ما يمنع أن نتأمل الخير ونقول إن شاء الله. يعني يا دكتورة، يعني أنا حامل؟ إيه.
انا كنت طاير 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 من الفرح، كني انا منزل الكتاب مو انتي. تركي عنك هالكلام هذا وما بيسمعه مره ثانيه، ولا بيشتتركين شيء انت تحبينه. اني بلا خدامه وانتهى الموضوع. الا بسالك اقبال، انت رحتي حق الدكتوره؟ رحتي حق الدكتوره؟ لا. دي نسخة من العقد، دي نسخة من العقد، دي نسخة من لا ما عندي ورقة حبيبتي. ليش؟ مصور مال التلفزيون. أخفيت قصاقيص الخيانة حكمة، لست بجبانة. هنا رسائل عشق، هنا أبيات شعر
هنا رائحة عطر. هنا دليل للخيانة. هنا طعن للأمانة. بالكذب يراعي مشاعري، وبالكذب أحمي كرامتي. أجامل ولا أجادل، فالجدال مع الرجال خسارة. افهمي يا لبيبة بالإشارة، اجعلي قاموسك بحر يشمل كل المفاهيم. نغفر لمن نحب بعقل كبير حكيم. اقرأي قصاقيصه وكأنها لك. مشاعره أخطأت العنوان وسترجع حتما بك. أنت ذهب ستبقين في قلبه مهما ذهب، حتى لو كذب. فالرجل بعد القصاقيص يريد الذهب لا الرخيص. ألو، هلا سوسن، شلونك؟ عسى ما أزعجتك، بس لا ماكو شيء، بس شوية صوتي تعبان. لا ماكو شيء، لا أنا تعبانة. بس أقول لك سوسن حبيبتي، يريد بكرة توقفين المقالة اللي بتنزل بجريدتكم. لا إقبال، كسر حسك، ما صدقت على الله خزنة نامة. جبت لك خدامة. ذمتك بهالسرعة؟ يا لقيتها مسترجعة، اللي تشتغل عندهم ما يبون أخذتها. مسترجعة؟ حيل أكيد فيها بلا، ولا أهلها ما عافوها. حبيبتي شوفيها أنت، إيش خسرانة؟ لا أقول لهم ما نبيها، رجعها لهم، ودها لهم. شنو أردها كاي برا؟ ذمتك برا، موقفها بهالحر وعلي، نادها حرام. الحين انادي عليها وانا رايح. وين بتروح؟ حبيبتي بروح وراي شغل انا. باي.
البيت اللي كنتي تشتغلين عندهم أول، ليش طلعتي منهم؟ مدام أول أنتي كنتي تشتغلين عندها تسوي ورك، ليش هديتيهم وجيتي هني؟ ليش؟ حسرة قلبي ليش كذي؟ لا لا لا، شنو هذا؟ هذول مو بشر، أكيد مو بشر. لا 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 حبيبتي، نو لا تسوين كذي. لا خزنة، تعالي حبيبتي، لا تستحين، تعالي. هذه اسمها خزنة، نيم خزنة. كزنة مو كزنة، خزنة. كزنة اللي هو اي اللي يصير خزنة اي. هذه اسمها كارون. ميرا نام كارونا اي. هذه اسمها كارونا، وتبي تعيش هني عندنا البيت وتشتغل عندنا. اسمها كارونا. شو اسمها؟ كارونا. اسمها كارونا. كارونا صح خزنة. نعم. الغايب حشته معاه؟ غايب ايه وحقت ايه؟ لا طبعا مش معقوله الكلام ده كله. هي فاكره نفسها ايه؟ انا سمعت بدها تنتقل، مو عاجبها الشغل هون. وهو اللي ينتقل يسيب شغله لغيره لحد ما يخلص موضوع الانتقال؟ وتنتقل ليه اصلا؟ احنا التلاته مش مخلينا محتاجه حاجه. ما تتكلمي يا ابله اقبال، قولي لي الكلمه. انا قلت. قلتي ايه؟ قلتها في كتابي، اصمت اسلوب نخاطب به من هم اقل منا عقلا وقلبا وادبا. يعني ما لنا الا الصمت يا ابله فاطمه. الكلام ده للناس اللي بتحس، الناس اللي عندها دم، مش الناس اللي بتستغل صمتنا. ايش تري دماغك بقى يا ابله فاطمه؟ خلاص. لا اقبال، انت متاثره بمصر كتير. طبعا عمر كامل عشت هناك. صح يا ابله اقبال، ما تنزلي معايا مصر الاجازه دي. والله ودي احب مصر والقاهره واهل القاهره كلهم. على ذيك الايام انا بقالي كتير ما نزلتش مصر، وفرح اخويا قرب ولازم انزل بسرعه بعد ما اخلص شغل. لا طبعا انا ما ارضي. من يقول لك ان انا ارضي؟ كيف هو يبي ينتقد كتابي على عيني وراسي؟ ما عندي مانع، لكن انه ينتقدني شخصي عاد هذا اللي ما اقبله. شلون يقول انها عاشت في بيئه صعبه وتعاني؟ الكبت انت شلون ترضين عني من هالكلام هذا؟ انت ترضينه يا سوسن؟ ترضينه شلون؟ يمه سكتي، خليني قاعده تحكي بالتليفون. دفتر رزم العلب، دفتر رزم. سكتي، كليتي قلبي بس عاد.
كتبت رسم. اي نعم سوسن اسمعك، ارفع عليه قضيه. ليش انا ويني وين القضايا هذه؟ تتعرفيني انا راعيه قضايا؟ من صدقك يا سوسن هذا الكلام؟ بس عاد كليتي قلبي سكتي، خليني اسمع المره ايش تقول. ما عاد يا سوسن، يا حبيبتي انا ما يهمني من يكون، بس انا اللي حز بخاطري انك انت تشوفين مثل هذا الكلام وتوافقين انه ينزل بجريدتكم. زين تذكرت انه انا عندي مقاله تنزل عندكم بعد بالجريده. اها تحبون تحطون الراي والراي الاخر. طيب وهذا الكلام يمشي على اللي مولكم ورئيس تحريركم ايضا، ولا تحبون بس فقط تتكسبون على حساب المساكين والفقراء؟ حياك الله. الورد الحلو ده قبل إقبال. لا هذه الوردة طالبة عندي اسمها مريم، عاقبتها وعشان تعتذر جابت لي وردة. ما شاء الله عليك يا أبلة إقبال، اللي يشوفك وانت بتعاملي البنات ما يقولش ان انت لسه متعينة، يقول انت بتعلميهم من زمان. الا صحيح يا أبلة إقبال، مش المفروض تستأذني النهارده؟ اي والله عندي مشوار مهم. طيب وما رحتش ليه لحد دلوقتي؟ سيارتي خربانة وناطرة زوجي. خدي عربيتي. حبيبتي فاتني بعد عمري، كلك ذوق ما تقصرين، بس ريلك اهو بييني الحين. اي والله طلعي، الدوام مش طوله ويقصر العمر. اي على فكره ابلات، بقول لكم الاسبوع الجاي كلكم مدعوات على حفل توقيع كتابي. بجد؟ اي حينزل خلاص؟ ايوه كده يا ابلة إقبال فرحينا. شو هالزناخه يا إقبال، احنا ناقصنا كتب؟ زناخه؟ الحين الثقافه صارت زناخه. حق الاخبار، صديق مالي انت برا. صديق شنو؟ زوجي الله يهداه زوجي. ما هو جوزك هو برضه صديقك يا ابله إقبال. هلا 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 بدر. دقيقة بس استأذن ويك. بسرعة بسرعة. أقول إقبال، بطلب استئذان، شو نفسية الوكيلة؟ حبيبتي زين، الدكتورة ما قالت مستحيل، قالت في أمل.
انت اصلا لو ما صريتي وطلبتي مني ولزمتي اروح معاك انا حتى ما فكرت بالموضوع. انت لازم تكون معي علشان كل شيء يكون واضح. حبيبتي انا راضي بامر الله. صكي هالموضوع هذا وشيلي من بالك، انا نسيته. شلون تنسى وخواتك ما عندهم غير هالموضوع؟ حرام حرمتهم من كلمة عمه. حبيبتي انت الحين تحطين عقلك وعقلهم؟ تنسان فاهمة عاقلة دارسة. انا ما ابي اتكلم عن اهلي بس. سبحان الله احيانا نحس ان عقل خزنة اكبر من عقلهم. خلاص عاد. تعالي لازم اوصلك البيت انا وراح اشوف سيارتك صار عليها. شفيك شي خلي يهدها، شفيك عليها؟ شنو شفيني؟ شخبطت على دفتري باش شو اقول حق الابله؟ اي ليش تمجعين شعرها بالهدا وتكلمي وياها؟ ايش فيكم؟ ليش تصارخون؟ شوفي شخبطت على دفتري باش شو اقول حق الابله انا؟ عسى ايدك الكسر يا خز. يا شفيك؟ افا عليك شلون تقولين هالكلام هذا؟ انت تدرين وتعرفين حالتها وظروفها؟ افا عليك بس يا فوزيه. والله ما جبت شيء من عندي، خبله عافسه البيت فوق تحت وتبينا بعد نتحملها؟ خلي تعقل شوي. اقبال قولي لها انا مو خبله، اقبال قولي لها. عفوا عليك يا فوزيه ما يجوز هذا الكلام ينقال، عيب ما يصير. بعد تبيني تعلميني شنو اللي يجوز شنو اللي ما يجوز؟ ها؟ الظاهر انتو الاقبال وراثه بعائلتكم، عرج خايس ماكو فايده. عرجي واخلاقي وتربيه اهلي تخليني ما ارد عليك يا الجاهله. أنا جاهلة يا جليلة الحياة؟ يلي ما تستحين على وجهك؟ أنا جاهلة؟ إيش فيكم؟ إيش هالصيحة؟ إيش فيها هذه؟ هذه؟ هذه اللي ما تستحي على وجهها؟ تقول لي أنا جاهلة؟ أنا جاهلة يا أم السحورة؟ أنا علمك أنا أوريك أهلي وأهلي، أنت من وين تعرف؟ الله يخلي بيت سالم اللي ضبط مالك عليك، أهلي شفنا من أهلك ترى الخبلة اللي بتيها على ثوبنا، أنا أوريك خليني بدر، أنا علمك من الجاهلة، أنا أوريك ما خليته يربيك. شوف يا أخوي شوف، شوفها مشخبطة على كل الدفتر، مو مخلية شيء مخربة دفتر بنتي. خزنة صغيرة ولها ظروفها الخاصة. مينونة، واحنا مو متحملينها. وش تقولين على المرة العودة اللي تشق الكتب بعد مينونة؟ انت حطي لسانك بلهاتك ما ابي اسمع منك ولا كلمة، فهمتي؟ قدامي تغلطين عليها؟ على وراي شو تسوين؟ بدر، لا تطول لسانك علي عشان واحدة مثل هذه، ترى أنا أختك. هذه مرتي، وكرامتها من كرامتي وعيب. عيب اللي قاعد تسوونه. ترى المرة ما غلطت بحقكم. وانت ايش دراك؟ انت لك الظاهر وبس. انا قضيت عمري كله اخدمكم، ضيعت شبابي كله علشانكم انتوا. انا بيفهم شيء واحد، ليش انتوا ما تبون تشوفوني مرتاح بحياتي؟ ها الحين راحتك مع هذه؟ هذه اللي ما فيها عيال؟ هذه مرتي ودنيتي كلها، احبها وتحبني وراحتي من راحتها. تشيخها علينا يا بدر. سمعوا، انا عمري ما ظلمت احد، واقول الحق حتى لو كان غلطان واحد من اهلي. اي بس ما تشيخها علينا بدر. إذا كنت مفكر إنك تذلنا علشان إحنا قاعدين عندك في البيت فأنت غلطان. أنا أقدر أخذ أختي وروح نعيش برا. قعدتنا عندك ما لها إلا تفسير واحد، إن إحنا خواتك ويعز علينا فراقك. خواتك اللي ما حد يحبك غيرهم. الحب، أي حب يا فوزية واللي سلمت؟ أقول ما تبون شر. بدر، هذه يمكن اليوم مرتك باكر لا، بس إحنا خواتك طول الدهر. وأنا بعد ما قصرت وياكم. بدر، ترى والله انطلعنا من هالبيت هذا مالنا رده. بيعنا علشان هذه يا بدر؟ تبيع خواتك؟ بدر، أنا حلفت إذا طلعنا من هالبيت مالنا رده. لا
لا بدر، الله يخليك، مهما كان هذول خواتك وما بيكون أنا سبب في طلعتهم من بيتهم، الله يخليك. لا يا إقبال، مو بيتهم، هذا بيتي. تدرين أن هذه فوسية قبل أخذك مسكتني بالإيدي اللي تعورني؟ أنا ما أدري شنو أسبابهم، بس أيامها ما عندي ولا فلس من وين أدبر لهم. حاولت وشقيت تعبت، حفرت في الصخر، ليه ما عطيتهم؟ ولا كان الحين علوم؟ بس هذول خواتك، مو أنت بنفسك تقولي إن عقولهم ناقصة؟ لا حبيبتي، يا ريت السالفة سالفة عقول. أنا ما أقدر أأمن على ناس قلوبهم ما فيها رحمة. تدري كم مرة يمدون إيدهم على الفقير المسكينة خزنة وأنا أستر عليهم؟ أقول لك؟ أقول لك كم مرة حاولوا يطلقونا وأنا طاف؟ أقول لك كم مرة فوزية توقف عند الباب وتسمع علينا وأنا ساكت؟ قص البيت نصين، ولا أقول لك خلني أنا أطلع من البيت واللي يسلمك، بس هم ما يطلعون من بيتهم، الله يخليك. لا أقبل، لا لا، خليهم، هذا اللي يستغلون طيبته يفتكرون أن الطيب ما يكسي، ولا قصة ذموه، نسوا كل الخير اللي سوى لهم إياه. قبل كم يوم كنا عند بنات خالك، وكل الكلام اللي قالوا عنك طلع صج. قلبتي أبوهم عليهم، الحين قلبتي أخونا علينا. حسبي الله عليك. بنات خالي من دمي ولحمي يومونون. الله ينتقم منك يا إقبال. أشوف فيك يوم أخوي. ألو، سامعني؟ الإرسال عنده ضعيف. لا لا، لحظة، هذا الكلام مو صحيح. أنا استأذنت، أقول لك أنا استأذنت. يعني لو ما كانت حالة طارئة كان ما طلعت. شلون تقولي هذا مرضاي؟ أقول لك أنا استأذنت وانت تقول ان انا هاده مرضاي؟ لا تحاتين خالتي، ان شاء الله الدكتوره بتخلص مكالمتها وبتجي معانا بعد. عدل، انا اقول وين شايفك؟ حجيه مو انت المؤلفه اللي تطلعين بالتلفزيون؟ صدقك؟ ايه.